السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصف أول عدول طول. لو أول مرة بتشرفني سعدني إن أنت تنضم إلينا وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا على طول. سريعا هنتكلم النهاردة عن عطر نسائي من العطور المميزة جدا طبعا في شركة درع. شركة درع الحقيقة فيها مجموعة كبيرة جدا من العطور، العطور دي بتقدم بشكل يومي. طبعا احنا عارفين العطر دلوقتي ليه عطر يومي، عطر شخصي، او عطر رسمي بمعنى ادق. تقدر تستخدمه في المناسبات او تقدر ان انت تستخدميه كمان في الحفلات او ما شابه ذلك يعني. طيب العطر المقدم معانا النهارده من درع الحقيقه عليه اقبال كبير جدا 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 جدا، فوق يعني فوق ما تتخيلوا يعني. نسب البحث عليه كتيره جدا في المملكه العربيه السعوديه، خصوصا ان هو عطر يومي. كمان من مميزاته موجود في زهرة الباتشول. خلينا نتعرف على العطر اكتر وخلينا نشوف المكونات العطرية بتاعته. في شيء مميز، في لمسة مميزة، في شيء غريب. رغم ان هو عطر يومي وما شاء الله كمان سعره مناسب جدا كمان، يعني تقدر اي حد ان هو يقدر ان هو يشتري. طيب المكونات العطرية بتاعته فريش. بداية هنشوف البرغموت وهنشوف المندرين، دي بداية العطر بتاعه. طيب بعد كده سريعا ما هيجيلك البنفسج وزهرة والقرنفل وزهرة الوادي. الزهور في حوالي 114 ألف من أنواع الزهور، أفضلها يعني أحسنها بالنسبة للنكهات العربية اللي احنا بنشمها، اللي هي مثلا زي الزهور البيضاء، اليالنج يالنج، في مثلا الزهور، في زهرة، في البنفسج، يعني في اشياء زهور كده بتكون مميزه بالنسبه لنا احنا كمجتمع عربي، بنستخدمها بشكل يومي او دوري. ما بتدخل في العطور بتكون مميزه جدا. طيب زيت القرنفل، طبعا كلنا عارفين القرنفل اللي هو العادي، طبعا الحبات القرنفل. الزيت بقى بتاع القرنفل نفس النكهه بتاعت القرنفل، ليه نكهه مميزه كده بتخليك فريش شويه. فطبعا زيت القرنفل برضو من الزيوت اللي بتهدي الاعصاب، فاحنا بنستخدمها كمان، بتستخدم في النوتات العطريه. طبعا في حاجه اسمها ترابط افقي وترابط عمودي بين النوتات العطريه، ده برضو شيء مميز جدا بيميز النوتات العطريه. يعني الترابط هنا في الترابط الافقي موجود بين زهره الوادي والقرنفل وكمان في البنفسجي، ده اسمه ترابط افقي. لكن الترابط العمودي هنشوفه كمان في البرغموت في بداية العطر، هنشوفه في زهرة الوادي، وهنشوف في القاعدة العطرية في خشب الصندل. فده برضو بشيء يكون مميز جدا. طيب يعني ايه ترابط افقي اصلا؟ ترابط عمودي، ترابط افقي وترابط عمودي ده بيرجع لمنظمة افرا بناء على النوتات العطرية اللي بتطير اسرع. يعني النوتة الزيت العطر ده يا جماعة بيطير ليه فترة كده، بيطير لو احنا فتحنا الازازة كده بيطير. فطبعا احنا عايزين ثبات اطول وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكون ريحة مميزة جدا. فهو هنا التحدي للمصمم ان هو يوفق الزيت العطري مع الزيوت العطرية تكون مع بعضها، ده الترابط الافقي، وفي نفس الوقت ترابط رأسي. الزيت الاول اللي هو يقلل منه طبعا بيكون اسمه افتتاحية العطر او مقدمة العطر، بعد كده بيجي زيت اتقل منه شوية، يعني في التطاير بيكون اقل منه شوية يعني بيثبت اكتر، بعد كده الزيت اللي بيثبت اكتر واكتر، الزيت اللي بيثبت اكتر واكتر ده القاعدة العطرية. لذلك انا دايما بنصح دايما عملائنا ان هي تشتري بناء على القاعدة العطرية وتشوف النوتات العطرية موجود في ايه. طيب هنا النوتة العطرية، القاعدة العطرية فيها ايه؟ فيها خشب الصندل والبتشولي والفيتيفير. نبات الفيتيفير طبعا ليه نكهة باردة مميزة. الباتشولي طبعا مميز جدا، اتكلمت على الباتشولي كتير جدا في القناة عندي. لو انت اول مرة بتشرفني يسعدني ان انت تنضم دلوقتي وتفعل الجرس. الباتشولي يرجع للمصريين قدماء، المصريين قدماء طبعا شفناه على جدار المعابد، كان العطر خاص بتوت عنخ امون والملكة نفرتيتي. من بعد طبعا انتشار واسع كتير جدا لزهرة الباتشولي، منتشرة دلوقتي في ماليزيا وامريكا الجنوبية، وكمان بتزرع في جزر القمر، بتجيلنا طبعا من ماليزيا. عالمنا العربي دلوقتي تقريبا الباتشولي مش موجود فيه للأسف، يعني كمان على مستوى مصر الباتشولي بزرع بكميات قليلة،
لكن مصر تمتاز بزراعة الياسمين وزراعة خلافات زي. طيب سريعا هنقول الباتشولي، ريحته الباتشولي هتكون يعني العطر هيبقى هادي في البداية مع ريحة المندرين والبرغموت، بعد كده العطر هيقلب معاكي على ريحة كده زهرية بالقرنفل الفريش منعش، بعد كده هيستقر معاكي على هيجي فواحان جامد، هيكون فواحان منتشر استقرار العطر كده بالنوتات العطريه، بعد كده هيستقر معاك على ريحه الباتشولي، وطبعا ريحه مميزه جدا هتكون الريحه الابرز في الباتشولي وخشب الصندل والفيتيفير، هتكون الريحه الابرز في الباتشولي. ريحه الباتشولي فعلا هتكون ريحه مميزه، هتكون فعلا جميله، لذلك ان العطر عليه اقبال كتير، والريفيو طبعا المراجعات على العطر الناس اللي اشتريته طبعا بتقيمه بشكل جيد جدا مميز جدا كمان، عشان كده حبينا ان احنا نلقي الضوء عليه. العملاء طبعا الموجودين والمشتركين معانا في القناة يقدروا ان هم يستفيدوا بالعطر، كل يوم بنقدم عطر جديد مميز تقدر ان انت تتميزي بيه في العطور. كمان في رابط اسفل الفيديو باذن الله في تسجيل، تقدر ان انت تسجلي يجيلك عروضات وخصومات من درع او شركات تانية وقت ما يكون موجود في الخصومات والعروضات. دايما هنكون على تواصل مع بعض بالايميل، ده شيء مهم جدا، لو انتوا ليكوا اي استفسارات او ليكوا اي كومنت تقدر ان انت تسيب لنا رايك في الكومنتات باذن الله هنرد عليك بشكل مباشر. كمان لو انت استخدمت العطر ما تنساش تقول لنا رايك، تسيبي بصمه عطريه بكومنت ليك طبعا لكل الناس ان هي تستفاد، كلنا بنفيد بعض، كلنا بنحاول ان احنا نقدم محتوى جيد طبعا لاصدقائنا وحبايبنا. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.